إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الدرس الثالث: أكلاتنا الشعبية. نشاط واحد: نشاهد ونستنتج ونكتب. الفاعلية الأولى: الصورة الأولى مفتول، الصورة الثانية مسخن، الصورة الثالثة مجدرة، الصورة الرابعة فول، فلافل، حمص. لدينا الجدول الآتي: اسم الأكلة الشعبية الفلسطينية والمكونات: المسخن، خبز الطابون زائد سماق زائد زيت زيتون زائد لحم، المجدرة، أرز زائد عدس زائد بصل زائد زيت زيتون، المنسف، خبز طابون زائد أرز زائد لحم، فول، فلافل، حمص، فلفل. أنا تعلمت: تشتهر فلسطين بأكلات شعبية متنوعة، منها المسخن والمنسف والمجدرة والحمص والفلافل والمفتول، وقد ساعد على إعدادها توفر مكوناتها من البيئة الفلسطينية، وما زالت هذه الأكلات الشعبية التراثية منتشرة في قرانا ومدننا الفلسطينية. الفعالية الثانية: ننقسم إلى مجموعات، نختار أكلة شعبية فلسطينية، نعد جدولا لمكونات الأكلة وطريقة تحضيرها. يعرض ممثل المجموعة مكونات وطريقة تحضير الأكلة لبقية المجموعات. الفعالية الثالثة: نلاحظ ونستنتج ونكتب. النبتة البرية الفلسطينية، الأكلة الشعبية الفلسطينية التي نعدها منها. الصورة الأولى: نبتة الزعتر البري، نعد منها فطائر بالزعتر. الصورة الثانية: الخبيزة. الصورة الثالثة: العكوب، نعد منه الشوربة. أنا تعلمت: يوجد أكلات شعبية فلسطينية يتم تحضيرها من النباتات البرية المتوفرة في البيئة الفلسطينية، مثل الزعتر والخبيزة وورق اللسان والعكوب وغيرها. نشاط 2: نلاحظ ونستنتج ونكتب. الأداة المستخدمة قديماً طابون، الأداة المستخدمة حالياً فرن كهربائي وفرن غاز. الصورة الثانية: صورة هاون، الأداة المستخدمة حالياً الخلاط الكهربائي. الصورة الثالثة: بابور، والصورة الأداة المستخدمة حالياً الغاز. الصورة الرابعة: قدر، ونستخدم حالياً أواني زجاجية ومعدنية وبلاستيكية. نشاط 3: أنا تعلمت: استخدم الفلسطيني قديماً أدوات لطهي طعامه، منها الطابون وموقد الحطب اللذان يعملان باحتراق المخلفات الحيوانية والنباتية، والبابور الذي يعمل بالكاز، إضافة إلى الأواني الفخارية والمعدنية. تطورت الأدوات المستخدمة في الطهي في وقتنا الحاضر، مثل الأفران التي تعمل بالغاز أو الكهرباء، كما تنوعت الأواني التي تستخدم لتقديم الطعام، مثل الأواني الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية. نشاط 3: نلاحظ ونستنتج. الفعالية الأولى: بندورة، تجفيف وتعليب وتجميد. السمك، تمليح وتجميد وتعليب. الجبن، التعليب حفظ الألبان بالزيت وتجميد. الفاعلية الثانية: نلاحظ ونستنتج ونكتب. التنفيذ: ننقسم إلى مجموعات، نتناقش ثم نكتب في الجدول طرق الحفظ الحديثة للمواد الغذائية. المادة الغذائية: البندورة تحفظ بالتعليب والتجميد، الأسماك تحفظ بالتجميد والتعليب، الحليب تجفيف وبسترة وتعليب وتسكير. أنا تعلمت: استخدم الفلسطيني قديماً طرقاً بسيطة لحفظ الغذاء، منها تجفيف بعض الخضروات كالبندورة والبامية تحت أشعة الشمس ثم تخزينها،
وتمليح الأجبان والأسماك وحفظ الألبان بالزيت وتخليل الزيوت وتخليل الزيتون وبعض الخضار بالماء والملح. يستخدم الفلسطيني في الوقت الحاضر طرقا حديثة لحفظ غذائه مثل تجميد اللحوم والأسماك وبعض الخضار وتعليب الكثير من المواد الغذائية. نشاط 4. نصمم خروفا. الوسائل والأدوات: صحن بلاستيكي أو ورقي دائري، ورق كرتون أسود، قلم رصاص، مقص آمن، قطن لاصق. التنفيذ: نرسم على ورق الكرتون الأسود شكل وجه خروف ونرسم العينين والفم والأرجل ونقصها كما في الرسم 1. نلصق القطن على السطح الورقي ليشكل جسم الخروف كما في الرسم 2. نلصق الرأس والأرجل على الجسم كما في الرسم 3. نشاط 5. نلعب. الوسائل والأدوات: قرات بعدد القاطرات صافرة. التنفيذ: نخرج إلى الساحة بنظام وننفذ تمرين الإحماء. ننقسم إلى 4 قاطرات وتختار كل قاطرة قائدا لها. يقف قائدا كل قاطرة مقابل قاطرته على بعد مناسب كما في الرسم 1. يركل القائد الكرة عند سماع الصافرة إلى اللاعب الأول كما في الرسم 2. يعيد اللاعب الأول ركل الكرة إلى القائد ثم يرجع إلى آخر القاطرة كما في الرسم 3. يركل القائد الكرة إلى اللاعب الثاني الذي يعيد ركلها إلى القائد ثم يعود إلى آخر القاطرة وهكذا. تستمر اللعبة حتى يعود اللاعب الأول إلى مكانه. تفوز القاطرة التي يعود جميع لاعبيها إلى أماكنهم الأصلية. بعد أن تعلمت السؤال الأول، أضع إشارة صح مقابل العبارة الصحيحة وإشارة خطأ مقابل العبارة غير الصحيحة. تشكل الأكلات الشعبية الفلسطينية القديمة جزءاً من تراثنا الفلسطيني. صح، استخدم الفلسطيني قديماً الكهرباء كمصدر للطاقة لطهي طعامه. خطأ، تختلف أوان الطهي التي استخدمها الفلسطيني قديما عن التي نستخدمها في الوقت الحاضر. صح. السؤال الثاني، اكتب في الفراغات أسماء 3 أكلات تراثية فلسطينية: المنسف، المسخن، المفتول. السؤال الثالث، أذكر أسماء أكلات شعبية فلسطينية يتم تحضيرها من النباتات البرية الفلسطينية: الخبيزة، الحمصيص، البقلة. السؤال الرابع، كيف نحفظ الأطعمة الآتية: الملوخية، تجفيف، العنب، تجفيف وتسكير، اللحوم، تعليب، تجميد.